العلوم، الصف الأول الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني. هناخد النهاردة المركبات الكيميائية. إعداد: نهل عرابي إبراهيم، محافظة سوهاج، جمهورية مصر العربية. تكافؤ. يعني إيه تكافؤ؟ التكافؤ هو عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي. يعني إيه يا مس الكلام ده؟ فاكرين المرة اللي فاتت لما خدنا الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية؟ كان في الرابطة الأيونية كانت الفلزات بتفقد الإلكترونات، أما اللافلزات كانت بتكتسب الإلكترونات. لكن في الرابطة التساهمية، دي كانت الرابطة التساهمية ما بين ذرات لا فلزية، ما فيهاش فلزات خالص، كانت اللا فلزات مع بعض بيتشاركوا بالإلكترونات، ما كانش حد بيفقد وحد بيكتسب. ماشي، احنا هنا بقى هناخد عدد الإلكترونات دي اللي فقدتها او اكتسبتها او شاركت بها الذرة اثناء التفاعل الكيميائي، وهنعدهم. لو الذرة فقدت إلكترون واحد يبقى إيه؟ دي تكافؤها واحد. طب لو فقدت اتنين يبقى تكافؤها اتنين. فقدت تلاتة يبقى تكافؤها تلاتة. طب الذرة اللي هتكتسب، لو اكتسبت واحد يبقى تكافؤها واحد، اكتسبت اتنين يبقى تكافؤها اتنين، طب اكتسبت تلاتة يبقى تكافؤها تلاتة. طب لو تشاركوا مع بعض، لو تشاركوا بإلكترون واحد يبقى تكافؤ الذرة دي ايه؟ واحد. لو تشاركوا باتنين يبقى تكافؤها اتنين. لو تشاركوا بتلاتة يبقى تكافؤها تلاتة. سهلة كده؟ سهلة يا مس. تعال عشان نفهم اكتر، عندنا هنا هم شوية عناصر، كاتبة لكم اسم العنصر والرمز بتاعه بالانجليش، كمان التكافؤ. طب انا يا مس ده حاجات كتير. لا لا لا، مش كتير، ده هم عمودين مفيش غيرهم. ادي عمود وادي العمود الثاني. النهارده تحفظ العمود الاول وبكره ان شاء الله تحفظ العمود الثاني. ماشي، لو حفظتهم هتبقى ايه الموضوع معاك سهل خالص. طب يا مس ده احفظ ايه ولا ايه؟ لا لا لا، بص يا جماعه، العلوم دي بتعتمد على الفهم. انا مش لسه قايله لكم ان هي فيها فلزات ولا فلزات وفيها رابطه ايونيه وتساهميه وناس بتفقد وناس بتكتسب؟ لو فهمت عمليه الفقد والاكتساب والمشاركه دي بتحصل ازاي، انت مش محتاج تحفظهم، انت كده هتبقى فهمتهم، هم هيدخلوا المعلومات دي في دماغك اوتوماتيك، هتعرف انت اوتوماتيك ان الليثيوم تكافؤه احادي. ليه احادي؟ لان هو الليثيوم العدد الذري بتاعه 3 يبقى 2 1، لما بوزع الالكترونات 2 1 يبقى المستوى الاخير فيه 1، يبقى هيفقد الالكترون في المستوى الاخير يبقى تكافؤه احادي. ماشي، ايه ده بس انت حفظت ازاي ده كله؟ لا لا، انا مش حافظه، انا بفهم، انا احب الناس اللي بتفهم. خلاص، يبقى العلوم مش بيحب الناس اللي بتحفظ خالص، العلوم يحب الناس اللي بتشغل مخها، الناس اللي ايه اللي بتفهم. فانا مش بقولك احفظ الكلام ده، لا، انا بقولك افهمه علشان تعرف تطبق. ماشي، مش بقولك احفظهم كلهم مره واحده، لا، قسمهم على يومين يا سيدي، خليهم 3 ايام، المهم ايه تفهمهم الاول كويس عشان تعرف بعد كده تحفظه. ماشي، شويه رموز وكل رمز ليه ايه التكافؤ بتاعه. طب ناخد بالنا ان في بعض الرموز او بعض العناصر زي الحديد رمزه Fe ليه اكتر من تكافؤ، يعني مثلا الحديد اهو تكافؤه ثنائي او ثلاثي. يعني ايه؟ يعني لو دخل التفاعل الكيميائي بالتكافؤ الثنائي يبقى اسمه هنا حديدوز، لكن لو دخل بالتكافؤ الثلاثي يبقى اسمه حديديك. ماشي، كمان النحاس Cu ليه برضه تكافؤين، يا اما احادي يا اما ثنائي. النيتروجين N تكافؤ يا اما ثلاثي يا اما خماسي. الكبريت S يا اما ثنائي او رباعي او سداسي. كمان الفوسفور P تكافؤ يا اما ثلاثي يا اما خماسي.
ماشي، دي شوية عناصر حبيت أركز عليهم علشان ليهم أكتر من تكافؤ وهنفهمهم بعدين خلاص، وهنستخدمهم أكتر في حاجات تاني قدام، بس دي الأساسيات اللي أنا بقولك عليها هتمشي عليها بعد كده، هتلاقي العلوم سهل سهل سهل. العلوم بيعتمد على الفهم مش على الحفظ نهائي. ماشي يلا نكمل. هناخد بعد كده المجموعة الذرية. يعني هي مجموعة من الذرية يا مس؟ من اسمها باين مجموعة من الذرات. مجموعة ذرية تبقى مجموعة من الذرات. طب اهو تعال ناخد التعريف بالظبط. هي مجموعة من الذرات لعناصر مختلفة مش عناصر متشابهة. العناصر دول او الذرات دول مرتبطين مع بعض وبيسلكوا سلوك الذرة الواحدة، بيتحركوا مع بعض كأنهم ذرة واحدة. لما يدخل التفاعل الكيميائي هيتحركوا كأنهم ايه ذرة واحدة، من كتر ما هم مرتبطين مع بعض بيتحركوا كأنهم ايه ذرة واحدة. طب الذرات دول كل واحدة ليها تكافؤ؟ لا لا لا، هم ما دام اتحدوا مع بعض وتحركوا كأنهم ذرة واحدة فيبقى كلهم على بعض ليهم تكافؤ خاص بها. طب ممكن الاقيها المجموعة دهيت لوحدها قاعدة لوحدها؟ لا 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 لا، لا توجد على حالة انفراد. ماشي، يبقى اذا المجموعة الذرية هي مجموعة من الذرات لعناصر مختلفة. العناصر دي لازم تكون مرتبطة مع بعضها وبتسلك سلوك الذرة الواحدة، كمان بيبقى ليها تكافؤ خاص بيها ولا توجد على حالة انفراد. ماشي، زي ايه؟ اهم عندنا جدول صغير فيه المجموعات الذرية اسمها هاو بالعربي والرمز بتاعها بالانجليش والتكافؤ بتاع كل ايه مجموعة. لو خدنا بالنا ان تكافؤهم كلهم احادي ما عدا مجموعتين تكافؤهم ثنائي ومجموعة واحدة بس تكافؤها ايه ثلاثي. ماشي، تعال ناخد المجموعات اللي تكافؤها احادي. هيدروكسيد او اتش احادي، نترات ان او 3 احادي، بيكربونات اتش سي او 3 برضه احادي. لو ناخد بالنا ان كلهم شحنتهم ايه سالبه ما عدا مجموعه الامونيوم ان اتش 4 هي الوحيده اللي شحنتها موجبه. ماشي، اما كل المجموعات الذريه كلهم شحنتهم ايه سالبه. مجموعة النيتريت NO2 برضه شحنتها سالبة وتكافؤها برضه أحادي. دول كلهم تكافؤهم ايه أحادي، كلهم شحنتهم سالبة ما عدا مجموعة الأمونيوم شحنتها موجبة. طب تعال ناخد المجموعتين اللي هم تكافؤهم ثنائي. مجموعة الكبريتات SO4 تكافؤها ثنائي وشحنتها سالبة برضه. مجموعة الكربونات CO3 دي ايه تكافؤها ثنائي وشحنتها سالبة برضه. اما المجموعة الوحيدة اللي شحنتها سالبة وتكافؤها ثلاثي، هم كلهم شحنتهم سالبة، دي المجموعة الوحيدة اللي تكافؤها ثلاثي. المجموعة الوحيدة اللي تكافؤها ثلاثي اسمها الفوسفات، رمزها PO4. ماشي، نفهمهم كويس عشان هنستخدمهم في ايه في الرموز الكيميائية والصيغ الكيميائية للمركبات الكيميائية. اهو الخطوات بتاعت كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات. انا عايز اكتب الصيغة الكيميائية للمركب، انا بقول مثلا كلوريد الصوديوم بالعربي بس عايز اكتب اسمه بالانجليش اللي هو باللاتيني، ده الرمز الكيميائي بتاعه اكتبه ازاي؟ ها ازاي يا مس؟ انا هقولك دلوقتي ازاي تكتب الصيغ دي بالظبط. انت لما بتكتب الصيغ بتشغل مخك، ماشي، كأنك بتلعب لعبة البازل، بتركب حاجات على حاجات، تمام، بتركب الرموز على الأسماء بالعربي، وكمان مش الرموز بس، ده انت كمان بتستخدم معها التكافؤ، فانت تدخل رموز على تكافؤ على اسم عربي كلهم مع بعض، بتدخلهم مع بعض بطريقة تشغل فيها مخك لحد ما الشكل ايه يكمل ويبقى الشكل ايه كامل قدامك. يبقى انت كده شغلت مخك واستخدمت مخك وفهمت، ما حفظتش ابدا. احنا قلنا العلوم مش عاوز حفظ، العلوم عاوز فهم. اول خطوة هنكتب اسم المركب باللغة العربية، سهلة دي، ماشي. الخطوة التانية نكتب اسفل كل عنصر رمزه الكيميائي،
وأسفل كل مجموعة ذرية برضه صيغتها الكيميائية اللي احنا لسه واخدينهم في الجدول. ماشي، بعد ما كتبت الرمز الكيميائي والصيغة الكيميائية هنكتب أسفل الرمز ده هوت أكتب ايه؟ التكافؤ. احنا لسه شايفين الجدول في الرمز وفي التكافؤ، ماشي، يعني موفرك من كل حاجة. بعد ما كتبت حاول اختصر الارقام قدر الامكان، يعني لو مثلا 2 و2 على 2 في الواحد، على 2 في الواحد، يبقى اكتب 1 و1 بدل ما اكتبها 2 و2. طب افرض 1 و2، لا مش هينفع اختصرهم، خلاص خليها 1 و1، لا خلاص هي دي اخرها 1 و1، مش هنختصر. يبقى احنا بنختصر على قدر الامكان، ماشي. بعد ما اختصرت ببدل الارقام. بعد ما ابدل الارقام اخد بالي في ملحوظة مهمة، بيقولك في حالة المجموعة الذرية اذا اخدت رقم اكبر من الوحدة الصحيح في اللحظة ديت المجموعة بحطها جوه قوس وبكتب الرقم اسفل يمين المجموعة، يعني جوه القوس ولا بره؟ لا اكيد طبعا بره القوس، ماشي. طب معلش امس وضحها لنا اكتر، نوضح اكتر. ادي انت هو انت بتلعب البازل، انت بتلعب البازل مش بيبقى فيه حاجة من ناحية اليمين وحاجة من ناحية الشمال؟ اكيد تمسك قطعتين وتحطهم جنب بعض. نفس الشيء الصيغة الكيميائية، الصيغة الكيميائية للمركب بتبقى مقسومة نصين، نص الناحية اليمين ونص الناحية الشمال او اليسار. طب الصيغة الكيميائية بنكتبها من اليسار ولا من اليمين؟ لا هو العربي بنكتبه من اليمين، لكن الصيغة بتبقى انجليزي فبكتبها من الشمال، يبقى اكيد الصيغة الكيميائية هتبدأ من الشمال واليسار، ماشي. يبقى هنقول ان صيغة المركب بتبدأ من اليسار. احط ايه بقى في اليسار؟ احط رمز الفلز، لو عندي فلز يبقى هو اول حاجة هحطه في الناحية الشمال. طب ما عنديش فلز، عندي هيدروجين مثلا، يبقى الهيدروجين هو اللي هيتحط في الناحية اليسار. طب ما عنديش ولا هيدروجين ولا فلز، امال عندي ايه؟ عندي مجموعه ذريه موجبه، اللي هي المجموعه الوحيده اللي خدناها الموجبه، اللي هي اسمها مجموعه الامونيوم. يبقى في اللحظه ديت هي المجموعه الموجبه هي اللي هحطها ناحيه اليسار، هي اللي ابتدي بيها، ماشي. طب عرفنا الناحيه اليسار. الناحيه اليمين بقى نحط فيها ايه؟ هتبقى دي اخر حاجه، هي هتبدا يمين يسار وبعديها يمين، مفيش حاجه تاني، ماشي. الناحيه اليمين بقى احط فيها ايه؟ احط فيها رمز اللافلز. طب افرض مفيش لافلز، يبقى احط المجموعة الذرية السالبة، هم قلنا كل المجموعات الذرية سالبة ما عدا مجموعة واحدة الموجبة، الموجبة هحطها في الشمال والسالبة هحطها فين؟ في اليمين. طب تمام كده اهو، تعالي يا مس نطبق عشان نفهم اكتر. ماشي يا سيدي، ناخد امثلة اهو نطبق. لو عاوز اقول لك كلوريد الصوديوم، ادي اسمه بالعربي، عايزين نجيب الصيغة بتاعته بالانجليش او باللاتيني، هنكتبها ازاي؟ نمشي على الخطوات واحده واحده بالظبط. احنا نكتب اول خطوه الاسم بالعربي، اهو كتبناه كلوريد صوديوم. تحت الاسم بالعربي اكتب الرموز، صح اهو. تحت كلمه صوديوم اكتب الان ايه، وتحت كلمه كلور اكتب سي ال، مش هو ده الرمز بتاعهم؟ صح كده تمام. طب بعد ما كتبت الرمز هكتب التكافؤ، تكافؤ الصوديوم احادي، اما تكافؤ الكلور برضه احادي، 1 و1. ينفع اختصرهم؟ لا هما كده مختصرين وجاهزين، ماشي. يبقى نبدل الارقام، نعمل المقص نبدل، ماشي، تنزل 1 و1 زي ما هي. يبقى اذا النتيجه هتطلع ال ان تحتها 1 والسي ال تحتها 1. طب الواحد بيتكتب؟ قالك لا ما بيتكتبش، يبقى هكتبهم على طول ان سي ال. يبقى اذا رمز كلوريد الصوديوم هو ان سي ال. عرفنا الخطوات نعملها ازاي؟ سهلة وبسيطة. تعال ناخد مثال تاني، يلا بينا. اكسيد المغنيسيوم اهو اسمه بالعربي، تعال يلا نكتب الرموز بالانجليش تحت كل تحت كل عنصر. المغنيسيوم ام جي، ماشي. الاكسيد اللي هو اكسجين، او تمام. بعد كده نكتب التكافؤ، المغنيسيوم تكافؤ ثنائي والاكسجين برضه ثنائي. ينفع اختصرهم؟ على 2 في الواحد، على 2 في الواحد، تمام. ابدل الارقام، يبقى 1 هنا وواحد هنا. يبقى اذا هتطلع النتيجة الام جي تحتها 1 بتكتب؟ لا. الاو تحتها 1 بتكتب برضه؟ لا. يبقى رمز اكسيد المغنيسيوم هو ام جي او، صح كده. تعال ناخد مثال تاني، هيدروكسيد هيدروكسيد الكالسيوم.
نكتبه ازاي؟ سهلة، هيدروكسيد دي ايه؟ مجموعة ذرية، اما الكالسيوم ده عنصر، هنكتب كل واحد ايه الصيغة الكيميائية بتاعته. اسفل الاسم بالعربي اهو، الكالسيوم سي اي، اما الهيدروكسيد او اتش. سهلة يا مس. نكتب بعد كده اهو، ها التكافؤ، دي تكافؤها الكالسيوم تكافؤ ثنائي، اما الهيدروكسين تكافؤه احادي. ينفع نختصر الواحد والاثنين؟ لا ما ينفعش، يبقى هن ايه نبدل الارقام على طول. الاثنين كانت على الناحية الشمال احطه على الناحية اليمين، والواحد كان على اليمين احطه على ايه على الناحية الشمال. هتبقى النتيجة ايه؟ السي اي تحتها واحد مش بيتكتب، والاو اتش تحتها اتنين. الملحوظة اللي انت قلت علينا، ان لو جت مجموعة ذرية وجه معاها رقم اكبر من الوحدة الصحيح، هحط المجموعة الذرية جوه القوس وحط الرقم اسفل يمينها، بس احطه بره القوس مش جوه القوس. ماشي، يبقى اذا رمز هيدروكسيد الكالسيوم رمزه سي اي او اتش الكل 2. ليه قلنا الكل 2؟ عشان ال 2 اللي هي الاتنين دي بنضربها في ايه، بتبقى بتشمل الاتش وبتشمل الاو، مش بتاعت الاتش بس ومش بتاعت الاو بس، ده بتاعتهم هما الاثنين، فكأني بضربهم فيهم هما الاثنين. ماشي، سهلة الطريقة دي. تعال ناخد امثلة تاني. كبريتات البوتاسيوم، يلا تعال نكتبها، يلا بينا. البوتاسيوم كي والكبريتات اس او فور. طب التكافؤ بتاع كل واحد فيهم، يلا. الكبريتات تكافؤ ثنائي، والبوتاسيوم بقى ايه تكافؤه ثنائي. ثنائي ولا احادي؟ لا دي غلطة، تكافؤه احادي. برافو يا ولاد، خليكم صحصحين، تكافؤه احادي. ماشي، يبقى اذا المفروض هيبقى الرمز ايه، هنعمل هنبدلهم مقص، هيبقى الرمز كي، ها كي كي 2 اس او 4، يبقى الرمز كي 2 اس او 4. يبقى هنا في ايه، هنا في غلطه. ماشي، نكمل. كويس ان احنا خدنا بالنا. اما رمز كلوريد الهيدروجين، اعمله ازاي كلوريد الهيدروجين ده؟ هنكتب الرمز تحت كل عنصر، الاتش تحت كلمة هيدروجين، والكلور رمزها سي ال. بعد ما كتبت الرموز اكتب التكافؤ، ده تكافؤ احادي وده احادي، تمام. اجي بعد كده اعمل مقص، مية مية، هينزل الواحد والواحد زي ما هما. يبقى اذا النتيجة هتطلع ايه، كلوريد الهيدروجين رمزه ها HCl. برافو، لان الواحد مش بيتكتب، تمام. تيجي بعد كده نترات الامونيوم. نترات الامونيوم هما الاثنين مجموعات، بس في واحده مجموعه شحنتها سالبه والتانية مجموعه شحنتها موجبه. تعال نحط كل واحده وايه والرمز بتاعها. الامونيوم اللي هي NH4، اما النترات NO3. تكافؤ هما الاثنين تكافؤهم احادي، تمام. ينفع اختصرهم؟ لا، مية مية كده مختصرين. نبدل الارقام، هتبقى النتيجة ايه، هتنزل زي ما هي، مش هحط الواحد لان الواحد مش بيتكتب. يبقى اذا النتيجة هتطلع نترات الالومنيوم، نترات الامونيوم رمزها NH4NO3، تمام كده. يبقى خدنا امثلة على كتابة الصيغ الكيميائية. تعال ناخد انواع المركبات. هل المركبات كلهم شبه بعض؟ قالك لا، ده في منهم كام نوع يا مس؟ عندنا اربع انواع. النوع الاول الاحماض، النوع الثاني القلويات، النوع الثالث الاكاسيد، النوع الرابع الاملاح. تعال ناخد كل واحد بالتفصيل ونفهمه واحده واحده. ماشي، نبدا اول نوع عندنا الاحماض. الاحماض زي ما احنا عارفين بنشوفها الليمون والبرتقال واليوسفندي او اليوسفي. ماشي، في حاجات تاني طبعا موجود في حاجات كتير، ده غير الاحماض الموجوده في المعمل. انا جايبه لكم الامثله على الحاجات ايه الطبيعيه اللي موجوده في الطبيعه بناكلها.
ماشي، دي احماض مفيده، ده مليانه فيتامينات كمان. اما الاحماض اللي موجوده في المعمل عندنا دي ممنوع منعا باتا، لا حد لا يلمسها لا بايده ولا يشمها ولا يدقها. اي مركبات كيميائيه في المعمل ممنوع حد يلمسها ولا يشمها ولا يدقها. ليه يمس؟ لان دي بتبقى ضاره بالجسم. انت لو لمست الحمض بايدك، الحمض ده ممكن يحرقك، يهري ايدك. تعرفين ميه النار في السوق الاسم التجاري اسمه ميه نار، انتوا عارفين ميه النار الاسم العلمي بتاعه ايه؟ حمض كبريتيك. يبقى اذا ميه النار دي حمض، الميه النار لو نزلت على ايدك هتتشوه ايدك، الجلد بتاعك هيتحرق في لحظه. عشان كده بقول لكم ممنوع حد يلمس الاحماض ولا اي مركب كيميائي في المعمل. خلاص، دي من احتياطات الامن والسلامه اللي لازم احنا ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل في المعمل. تمام. الاحماض يعني ايه احماض؟ قالك هي مواد لما احطها في الميه تتفكك وبتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه اللي رمزها اتش موجب. ماشي، يبقى الاحماض اعرف ازاي ان المركب ده حمض؟ هلاقي ايه؟ اتش موجب على طول، ايون الهيدروجين الموجب. ماشي، قالك ايون الهيدروجين الموجب هو المسؤول عن اظهار خواص الاحماض. طب ايه هي بقى خواص الاحماض؟ انت لما بتاكل الليمون ولا البرتقال بتلاقي طعمه ها لاذع، يبقى الاحماض من خواصها ان لها طعم ايه؟ لاذع. طيب ماشي. طب انا قدامي الحمض ده في المعمل ومش عارف اذا السائل ده مش عارفه حمض ولا قلوي ولا ايه بالظبط، هعمل ايه؟ هلمسه؟ لا. هدوقه؟ لا. امال اعمل ايه؟ اجيب زي ما انتم شايفين كده ورقه اسمها ورقه عباد الشمس البنفسجيه او الزرقاء، دي احطها فين؟ في السائل اللي معايا ده. لو الورقة احمرت تحولت هاللون للون الاحمر، يبقى اعرف ان السائل اللي معايا ده حمض. يبقى اذا من خواص الاحماض انها تحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء او بيسموها البنفسجية، يبقى الورقة البنفسجية تتحول للون الاحمر. تمام. تعال ناخد انواع الاحماض. الاحماض نوعين، اي حمض قلنا هيبقى موجود فيه ايون الهيدروجين الموجب. هنا في احماض هيرتبط فيها الهيدروجين مع مجموعه ذريه سالبه، اي مجموعه ذريه سالبه هيتحد معاها ما عدا مجموعه واحده بس مش هيتحد معاها وهي سالبه الشحنه، هي مجموعه الهيدروكسيد. وهقول لكم شويه كده ليش معنى مجموعه الهيدروكسيد بالذات. ماشي، اي مجموعه ذريه سالبه هيتحد معاها ما عدا الهيدروكسيد. طيب زي ايه؟ يعني لما يتحد مع مجموعة النترات NO3 نترات، لما يتحد معاها الهيدروجين يبقى اسمها حمض نيتريك. طب مجموعة الكبريتات SO4 لما يتحد معاها الهيدروجين يبقى اسمها حمض كبريتيك. طب مجموعة الكربونات CO3 لما يتحد معاها الهيدروجين يبقى اسمها حمض كربونيك. ماشي. اما النوع الثاني من الاحماض فدي بيرتبط فيها الهيدروجين مع ايه؟ مع احد العناصر اللافلزية، اي عنصر لافلزي يتحد معاه الهيدروجين هيدينا حمض، ما عدا عنصر واحد ممنوع يتحد معاه اللي هو عنصر الاكسجين، وبرضه كمان شوية هقول لكم ايش معنى الاكسجين. يعني عندك مثلا الهيدروجين لما يتحد مع الكلور، الكلور لافلز هيبقى اسمه حمض الهيدروكلوريك. طب لما يتحد الهيدروجين مع البروم هيبقى اسمه هيدرو بروميك، هيدرو يعني ايه؟ هيدروجين، بروميك اللي هو البروم. طب الهيدروجين لما يتحد مع الاي يبقى اسمه حمض الهيدرو يوديك، هيدرو اللي هي هيدروجين، يوديك اللي هي يود. تمام، عرفنا كده انواع الاحماض. تعال ناخد بعد كده القلويات. قال لك القلويات دي مواد لما احطها في الماء هتتفكك وتدينا ايه؟ ايونات الهيدروكسيد السالبه، ودي رمزها OH سالب. علشان كده انا لسه قايله لكم من شويه ان الاحماض عباره عن ايون H هيدروجين بيتحد مع اي مجموعه ذريه سالبه ما عدا مجموعه الهيدروكسيد الـ OH. عرفت ليه قلت لكم استنوا كمان شويه هقول لكم؟
علشان ال OH بالذات بتبقى موجودة مع القلويات، ما ينفعش تدخل أبدا مع مين؟ ما ينفعش تدخل أبدا مع الأحماض. خلاص، يبقى أي حاجة فيها OH أعرف إن هي على طول قلوي. خلاص. طب أيون ال OH السالب ده اللي بيميز القلويات هو المسؤول عن إظهار خواص القلويات. طب ايه هي بقى خواص القلويات وايه مثال عليها؟ مثال عليها زي الكنتالوب، فاكهة الكنتالوب. انت لما بتيجي تاكل الكنتالوب بتلاقي طعم الكنتالوب ايه؟ لزع. لا يا مس، ده اللزع دي الاحماض زي الليمون والبرتقان واليوسفي. امال الكنتالوب قلويات اللي زي الكنتالوب طعمها قابض، لها طعم قابض. كمان من خواص القلويات انها تزرق ورقة عباد الشمس الحمراء، او بيسموها الورقة عباد الشمس البنفسجية. ازاي؟ انا معايا اهو السائل في المعمل، مش عارف ده حمض ولا قلوي، هجيب ورقة ايه؟ عباد الشمس البنفسجية دي واحطها في السائل. لو اتحولت للون الازرق زي ما احنا شايفين اعرف ان المحلول ده او السائل ده قلوي، لكن لو اتحولت للاحمر اعرف ان هي ايه؟ حمض. ماشي، عرفنا يعني ايه احماض ويعني ايه قلويات. طب تعال ناخد امثله على القلويات. القلويات عندنا اي حاجه فيها ايه؟ هيدروكسيد تبقى قلوي. هيدروكسيد الصوديوم ده رمزه NaOH والاسم الشائع بتاعه الصودا الكويه. هيدروكسيد البوتاسيوم بوتاسيوم رمزه K، والهيدروكسيد رمزها OH، يبقى الاسم العلمي بتاعه KOH. الاسم الشائع بقى بوتاسا كاوية. هيدروكسيد الكالسيوم، الكالسيوم اللي هو CA، والهيدروكسيد OH يبقى CaOH الكوليسري. والاسم الشائع بتاع هيدروكسيد الكالسيوم هو ماء الجير. يبقى عرفنا دول أمثلة على ايه؟ على القلويات. تعال ناخد بعد كده النوع الثالث من المركبات الكيميائية اللي هي الأكاسيد. يعني ايه أكاسيد؟ قالك الأكاسيد هي مركبات بتنتج عن ارتباط الأكسجين مع عنصر فلزي أو عنصر لا فلزي. أيوة يا مس، فعلا انت لسه اللي قايلنا من شوية ان الأحماض فيها الهيدروجين ممكن يتحد مع عنصر لا فلزي ما عدا عنصر واحد بس، قلت لنا مش هينفع يتحد معاه اللي هو عنصر الاكسجين. اشمعنى الاكسجين ما يتحدش مع الهيدروجين في الاحماض؟ لان لو اتحد الاكسجين مع عنصر لا فلزي مش هيبقى اسمه حمض، امال هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اكسيد. هيبقى اسمه ايه؟ اكسيد. ماشي، يبقى الاكسجين لما يتحد مع عنصر لا فلزي يبقى اسمه اكسيد لا فلزي، اما لو اتحد مع عنصر فلزي هيبقى اسمه اكسيد فلزي. تمام، تعال ناخد امثله اهو، امثله على الاكاسيد الفلزيه والاكاسيد اللافلزيه. الاكاسيد الفلزيه زي اكسيد الصوديوم رمزه Na2O. ال Na رمز الصوديوم وال O رمز الاكسيد اللي هو الاكسجين. طب اكسيد الالومنيوم Al2O3 ده اكسيد برضه فلزي. اما الاكاسيد اللافلزيه زي ثاني اكسيد الكربون ورمزه CO2. ايه تاني اكاسيد لا فلزيه؟ ثالث اكسيد الكبريت SO3. ماشي، ادي الاكسيد اللي هو الاكسجين لما يتحد مع الكبريت يبقى اسمه اكسيد لا فلزي. يبقى عرفنا الاكسجين لما بيتحد مع عنصر فلزي او يتحد مع عنصر لا فلزي هيكون حاجه اسمها اكاسيد. يبقى ده النوع الثالث من المركبات الكيميائيه. ناخد بعد كده النوع الرابع من المركبات الكيميائية، وده النوع الأخير اللي هو الأملاح. يعني ايه أملاح؟ قالك دايما الأملاح بلاقيها فين أو بشكلها ايه؟ بتوجد في صورة صلبة زي ما احنا شايفين كده، صورة صلبة. ماشي، موجودة فين؟ ضمن مكونات القشرة الأرضية في الأرض. صلبة لاقيها في القشرة الأرضية، او ممكن الاقيها زائبة في مياه البحار او المحيطات زي بلح الطعام. ماشي، بقى ايه؟ بنستخرجه من مياه البحار والمحيطات. تمام، قالك خواص الاحماض. ايه خواص الاحماض؟ الاحماض ايه خواص الاملاح؟ معلش يا جماعة سوري، ايه خواص الاملاح؟
تختلف الأملاح عن بعضها في الكثير من الخواص، منها زي ما احنا شايفين. أول خاصية تختلف في ايه يا ترى؟ ها اللي احنا شايفينه درجة الذوبان في الماء. تاني حاجة اللون، زي ما احنا شايفين في ملح أزرق اهو، أبيض وبرتقاني وبمبة وأصفر، ألوان كتير. يبقى بتختلف في درجة الذوبان في الماء واللون. يعني ايه درجة الذوبان في الماء؟ يعني في أملاح تذوب في الماء وأملاح لا تذوب في الماء، وفي أملاح ها كل واحد ليه لون مختلف غير التاني. ايه تاني؟ كمان الطعم، ماشي. بس احنا قلنا في المعمل ما ندقش الا لما اقول لك الحاجه دي امان ندقها، زي ملح الطعام. ده امان ندوقه بنحطه في الاكل، لكن اي ملح تاني او اي عنصر اي مركب او عنصر تاني في المعمل ممنوع، خلاص. ايه تاني غير الطعم؟ ها الرائحة، كل ملح ليه رائحة مميزة، ماشي. طب تعال ناخد أمثلة على الأملاح التي تذوب في الماء والأملاح التي لا تذوب في الماء. الأملاح التي تذوب في الماء زي كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، ده احنا بنستخرجه من ايه؟ من مياه البحار والمحيطات، بيبقى ذائب في الماء. كلوريد الصوديوم رمزه NaCl. كمان من الأملاح التي تذوب في الماء كبريتات البوتاسيوم، رمزها K2SO4. لسه اللي ايه حلين المسألة بتاعتها وقلنا ازاي نكتب الرمز الكيميائي بتاعها. نترات الكالسيوم، نترات الكالسيوم الرمز الكيميائي بتاعه CaNO3 الكل 2، عشان دي مجموعة ذرية حطيناها جوه قوس وحطينا الاتنين من بره القوس. كمان عندنا ملح كبريتيد الصوديوم وده رمزه Na2S. دي كلها أملاح تذوب في الماء. تعال ناخد بقى الأملاح التي لا تذوب في الماء زي كلوريد الفضة رمزه AgCl، أو يوديد الرصاص ورمزه PbI2. الآي اللي هي اليود والبي بي اللي هو الرصاص. طب كبريتات الرصاص برضه لا تذوب في الماء، ودي رمزها PB اللي هو الرصاص، والSO4 اللي هو ها الSO4 اللي هو مين؟ اللي هو الكبريتات، مجموعة الكبريتات، صح كده. يبقى إذا كبريتات الرصاص دي من الأملاح التي لا تذوب في الماء. كده يبقى خلصنا الدرس. عايزاكم النهارده تذاكروه كويس وتفهموه كويس، عشان لو فهمناه كويس هنعرف نحفظه كويس. يلا سلام عليكم.